رابع ثالث يوم ورابع يوم مش قادرين، مش قادرين نطلع من البيوت، ومش قادرين. الواحد خايف وعطاله، الواحد متعطل والحال واقف، واطفالنا في البيوت في حال الظهر. مجرد ما بنسمع صوت الصراخ احنا يا كبار كبار في السن بيبان علينا الخوف، بينتقل لاولادنا. والواحد بيناشد رئيس الجمهوريه انه يتدخل، وبناشد البابا انه لازم يكون في حل مقنع، ما يكونش رد يكون زي كل مره ان البلد في امان وان ده دي حاله فرديه. لا، دي حاله جماعيه، ده جماعي. والموضوع اللي حصل بتاع الحاسه ده كان مقصود بيه الانبا كرولس اساسا، لان هو اللي تعرض للحاسه في البدايه، وهو هرب منهم، وهو اللي اكتشف، وهو اللي عارفهم، وهو اللي ادلى باوصافهم. ما كانوش هم هيعرفوا هويتهم من نفسهم، ولكن هم بعد كده لما فشلوا في الاغتيال الانبا كرولس خدوا اي ناس في الطريق، ولكن ده يعتبر قتل عمد. وانا ما اقدرش اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، وان ربنا معانا. وظهور العذراء مريم النهارده بياكد ان ربنا مش سايبنا. واذا كانت العذراء مريم النهارده ظهرت بنفسها، بكره اذا حصلت حاجه قويه تستدعي ان رب المجد نفسه يسوع المسيح يظهر، هيظهر. كلامك صح يا اخ فريد، بس اللي انا عايز اقوله لك ان سيدنا هو اللي كان المقصود، لان ما يجرؤش عبد الرحيم الغول هذا عضو مجلس الشعب الجاهل الذي لا معهوش اي شهادات وبس خدوه عضو مجلس الشعب، لان هو عايز ياخد الدوره اللي جايه، وعارف ان سيدنا ضده، وعارف ان سيدنا ضده، فهو عمل كده علشان خاطر لو في تحقيق بقى وثبت تورط الغول ده، والغول ده اتشال من اتحاكم، هيتغير وضع مصر. لكن مع الاسف اكيد احنا على علم ان هو حزب، انه نائب الحزب الوطني بالاغلبيه. ازاي بني ادم زي كده يوصل للمركز ده؟ ما انت عارف في مصر احنا على علم بتاريخه، احنا ابناء بلده على علم بتاريخه كله. يا عم كان زمان عندنا واحد انتخب في مجلس الشعب كان اساسا قتل قتله، كان بيتاجر، وانتخبوه بقى في عضو بقى في الحزب الديمقراطي وبعض مجلس الشعب. انا اقول لحضرتك حاجه، لو كان في امكان حضرتك انكم فعلا تصعد الموضوع لحمايه المسيحيين في المنطقه اللي احنا فيها دي، بهجوره ونيا حمادي ومحافظه قنا باكملها، لو يبقى جزاك الله كل خير انك تقدر تعمل حاجه. احنا ناس عزه. اقول لك على حاجه، احنا نفسينا للتهويش ولا بنقدر حتى نستغمل اي حاجه. يا يعني اخي الواحد بيفكر انه يطلع انبوبه فوق البيت يحمي بها نفسه، ولكن هيفجر البيت بتاعه. يعني الانبوبه لما تنزل في الشارع هتموت الناس، بس هتهلك البيت بتاعي يا حبيبي، ومش عارف ادافع. يا حبيبي انت قلت نقطه كويسه، الانبوبه هتنزل في الشارع، ما هو انت هتموت. يبقى لما تفجر البيت والانبوبه وتموتوا كلكم مع بعض احسن ما يموتوك انت ويغتصبوا اهلك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بس اسمعني بقى، الحاجه الثانيه، الاحداث كلها اللي حصلت امبارح اترجمت بالانجلش، وعلشان تبقى عارف ترجمتها بالانجليزي، بعتها لاوباما، بعتها اليونايتد نيشن، بعتها لكل زعماء العالم، والنهارده نازله في نيويورك تايمز، نازله في واشنطن تايمز، نازله في كل صحف لندن. ولعلمك مصر متبهدله على مستوى العالم، ما بنسكتش. يعني انا هقول لك على حاجه، الحادثه الواقع حصلت في ناجع حمادي الساعه 7 بالليل، اللي هي واحده عندكم، 7:05 كان الفيلم مبعوت لي، 7:10 بعته، ترجمته وبعته. ما بنسكتش يا حبيبي، بس انا اللي بعمله ده زياده فضيحه للحكومه المصريه المتواطئه على اباده الاقباط. انما من جهه ان احنا عملنا الدنيا كلها عارفه. وعندك وزير الخارجيه الايطالي اصدر بيان ضد مصر، وادان مصر، وزير الخارجيه البريطاني ادان مصر، وقال مصر النظام المصري فشل سياسيا من اجل هذا حصل اللي بيحصل للاقباط. وزير خارجيه روسيا ادان مصر. مفيش حد ساكت حبيبي. لا بس الحكومه المصريه ربنا معانا فوق كل البشر. بس اسمعني، الحكومه المصريه ليه سايبه اللي ده يحصل؟
عارف ليه؟ علشان تشحت عليكم. ازاي؟ يجي مثلا بريطانيا تكلمها تقول لهم ادونا فلوس عشان نصلح الارهاب، وتاخد الفلوس الله اعلم كم بتصلح الارهاب ولا بتصلح الاكل بتاع الحكومه، واخد بالك؟ والناحيه الثانيه يجروا على السعوديه احنا بنبهدل لكم المسيحيين ادونا فلوس. والوضع ده ما خابش في مصر الا ما بدات فيه شركات سعوديه تبدا في مصر، واخد بالك؟ فما تقلقش، الله بيوضع الزر في اضعف خلقه، وقريبا ان شاء الله هتسمع ان في قرار دولي ضد مصر. ربنا يكرمنا، ربنا يكرمنا قريبا. ربنا قالها العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا غلبت العالم. بس العذراء ظهرت، قول لي بقى يعني العذراء مطمناك، واللي معاه العذراء يخاف من مين؟ ما تقلقش. الو مين معايا؟ انا اسمي اشرف فوزي. يا اخ اشرف فوزي علي صوتك شوي. منين؟ انا من بهجوره. ايه اللي حصل بعد الحادثه بتاع الكنيسه؟ هل الوضع مستتب ولا في احداث جديده حصلت؟ هو النهارده الوضع كان الصبح ما فيش حاجه، بس بعد يعني بعد المغرب ابتدت المظاهرات وضرب الطوب وليه في المباني وفي المحلات وفي الناس، وخبيط على البيوت وكثير في البيوت وكثير اليفط بتاعت المسيحيين. الله، هو في خلاف بين اي حد بين مسيحي ومسلم؟ احنا ما كانش في خلاف هنا، اللي هو الخلاف كان في نجاح حمادي، فهم طبعا حصلت مشكله في نجاح حمادي فهم جونا هنا وعملوا مشاكل جامده عندنا. عملوا مشاكل جامده عندكم؟ يعني في حاجه غير ال حذف الطوب وتكسير، هل في حرائق حصلت؟ في حرائق كتيرة في كذا محل عندنا في البلد، وفي بيوت ولعوا فيها، وفي ست كبيرة كانت في بيت من كتر الدخانة اتوفت. يعني دي تعتبر مقتولة بيد الإسلام والمسلمين. دي حاجة معروفة يعني. مين اللي بيعمل كده؟ عندك فكرة مين اللي بيعمل كده؟ هم شباب من الاماكن جنبينا يعني، من بلاد جنبينا، وفي ناس من نيو من البلد. على طيب الناس اللي من البلد دول تعرفوهم؟ يعني ما اللي احنا قاعدين في البيوت بنضرب عليهم طوب من فوق، فاحنا مش شايفين اللي تحت. طيب تعتقد ان في حد روس كبيره ورا الناس دي محركاها؟ هو لازم يبقى في تخطيط وراهم، اصل الناس دي مش هتعمل كل حاجه من وحديها، هم اصلا بيضربوا في كذا مكان. يعني كل مجموعه بتضرب في مكان. والحكومه كانت سايباهم، يعني الحكومه بتيجي بعد ما هم بيخلصوا. يعني تيجي المطافي بعد ما هم احنا نطفوا الحاجه، مش هم اللي يطفوا. والحكومه تيجي بعد ما احنا نضربوا. وتضرب علينا طوب وتضرب علينا نار. طيب اذا الحكومه ما بتقومش بواجبها او الامن ما بيقومش بواجبه؟ هو الامن بيقوم بواجبه بعد فوات الاوان، يعني بعد مثلا ما العمليه تخلص تيجي الحكومه. الله، طيب اذا الامن في ناس بتبلغه بتقول له احنا خلصنا او لسه؟ اكيد. يعني هو ادام بيجي بعد فوات الاوان حد بيتصل بيقول له خلصنا المطلوب تعالوا بقى. يجي وبص هم يجوا في مكان يخلصوا فيه، بعد كده تمشي الحكومه يرجعوا هم تاني. الحقيقه يعني مأساة، مأساة بيعيشها شعب صاحب وطن في ظل الحكم الإسلامي الاستعماري. مأساة من سنة 642 وأقباط مصر يعانون من الإبادة. هل هناك من يستطيع أن يجيبني على أن هناك ليست إبادة؟ إذا كان البابا شنودة رأس الكنيسة المصرية الذي بكى في يوم من الأيام في أحد محاضراته واستغاث برئيس الجمهورية ولم يكترث رئيس الجمهورية ولم نسمع أنه رد على قداسته سواء بالصحافة أو التليفون أو البرق أو أي نوع من أنواع الرد.
ثم عاد البابا شنبا واستغاث مرة أخرى بالسيدة سوزان مبارك، ولم نسمع أيضا أن السيدة سوزان مبارك اكترست لهذه الأحداث.